السلام عليكم، أرحب بالمشاهدين داخل الوطن وخارج الوطن. هذه جمعية الإبداع للتنمية المستدامة، الدورة الرابعة ديال بناء مشروع الجنة بسمة اليتيم، الملابس ديال عيد الفطر اليتيم. ونرحب بجميع المشاهدين داخل الوطن وخارج الوطن، نتمنى منهم يساعدونا في هذه المبادرة هذه من أجل توفير الملابس لليتيم أكثر. احنا حاليا قدرنا نوفر واحد 70 طفل اللي غادي يتكسى يتيم، غادي يتكسى في هذه المناسبة ديال عيد الفطر، ولكن باقي خصنا ما مكملينش، باقي نتمناو في المستقبل يكون المتعاونين المحسنين نقدروا نزيدوا نواكبوا بهذه المبادرة وتزيد لقدام، ومن أجل بسمة اليتيم. ملابس من طفل عامين إلى 14 سنة 16 سنة. Thank you.